أعلن سعادة الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة محافظ محافظة العاصمة عن انتهاء فريق العمل الميداني لحصر البيوت العشوائية من تعديل وإزالة المخالفات عن 600 بيت عشوائي من أصل 864 بيتاً تم حصرها مسبقاً. محافظ العاصمة أشار إلى أن الخطوات العملية التي اتخذها الفريق أكدت مع مساعيه للحفاظ على أرواح ساكني هذه البيوت التشاركية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المنضوية تحت فريق العمل الميداني. وقال إن العام الماضي شهد زيارة الفريق ل380 بيتا عشوائيا تم فيها تعديل أوضاع 214 بيتا، يضاف إلى جملة العدد الكلي منذ انطلاق المشروع في العام 2013. يذكر أنه بعد تكرار حوادث الحريق التي شهدتها المباني التي تقطنها العمالة الوافدة، أصدر مجلس الوزراء الموقر قراراً بتشكيل فريق عمل ميداني برئاسة المحافظ في كل محافظة، وذلك بهدف حصر المباني والمساكن التي تشكل خطورة على ساكنيها. نحاول أن نحل هذه المشكلة وانتشار البيوت العشوائية وما تشكله من خطورة على قاطنيها. وإحنا ركزنا على إصلاح هذه البيوت من خلال زيارات الميدانية، وفي فورمة مشتركة بين جميع الجهات، وهي يدل على تعاون الوزارات مع محافظة العاصمة في فريق واحد، ويتم تعديل جميع المخالفات اللي يلاحظونها فريق العمل المختلف اللي تخصصاته مختلفة. والحمد لله اليوم وصلنا البيت رقم 600، وإن شاء الله إحنا مستمرين نحاول نعالج هذه المشكلة اللي مثل ما قلنا دائما تحتاج إلى المتابعة حفاظا على روح الناس. هذه ثاني زيارة لنا لهذه المنطقة بالذات، والفرق كبير بين أول زيارة وزيارة اليوم، لأن المحافظة أنجزت في الواقع إعطاء إرشادات لتصليح وإزالة المشاكل العالقة في هذه البيوت، خاصة اللي لها علاقة بالحريق، لأن كان في مواد قابلة للاشتعال خاصة في المطابخ اللي في هاي البيوت اللي تشوفينها. فالمحافظة عطت تعليمات واضحة، وبالفعل معظم المشاكل اللي كانت موجودة أزيلت.